مرثية أم وليد في زوجها عبد الحكيم رحمة الله تغشاه الذي وافته المنية يوم الأحد في تاريخ 6/2/1439 هجرية. غابوا معه غابت جميع التفاصيل بالمختصر بعد حياتي مملة يوم الأحد فيها لفتني مراسيل جاني خبر بأن المنايا عنلا غابوا معه غابت جميع التفاصيل بالمختصر بعد حياتي مملة يوم الأحد فيها لفتني مراسيل جاني خبر بأن المنايا عن الله مرحومي يا صوف وتكرام الرجاجيل تشهد معاميله ويشهد محله وبدين رجال كثيرة تهالين تقي نفس وعرف الدين كله راعي صلاة وحافظ للتراتيل سنة محمد لهدايا ومله ومن رحمته يا ما عطانا شهاليل ويا ما عطانا نفح ورده وصله لو غاب عن عيني سنين مقابيل ما غاب طيفه عن عيون بكله عليه أم وليد دمعها هماليل دمع الغلا بين المحاجر نهله أبكي على فرقه لا تالي الليل مرضت من فرقه من غير علة يا الله يا من شمزون المخايل يا ملتجى يا غافر كل زلة تكتب لها الجنة بيسر وتساهيل بالآخرة يا الله تجمل سجلة في روضة الجنة ونعم المداهيل يا رب في ظل عرشك تظل اثنان صفر 6/7